13 من شهر أيلول سبتمبر 2018. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام. برنامج اليوم يطلع عليكم بحلقة جديدة نطلعكم من خلالها على أبرز المواضيع المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى مواضيع صحية وتكنولوجية وآخر أخبار الساحة العربية والدولية. البداية ستكون مشاهدينا مع الخبر الأهم على الساحة التكنولوجية. شركة أبل تكشف عن أحدث منتجاتها، لماذا أطلقت اسم اكس اس على هاتفيها الجديدين، وما هي ميزة ساعتها الذكية. اليوم سنستعرض معكم أيضا آخر الهاشتاغات المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. في الإمارات والسعودية هاشتاغ أكثر سؤال إن سألت بعمرك، وهاشتاغ هل المال يشتري القلوب، سنتابع ما قاله المغردون بهذا الخصوص. وعشاق الأسطورة دييغو مارادونا في انتظار مسلسل جديد يروي قصة حياته ستطرحه شركة أمازون الأمريكية. ولتحسين الإنتاجية في العمل، دراسة تؤكد على ضرورة إطالة الإجازة الأسبوعية للموظفين. كل هذه المواضيع وأكثر مشاهدينا ضمن حلقتنا لهذا اليوم. كما نذكر بإمكانية متابعتنا أيضا مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن، فيسبوك وتويتر، أيضا عبر قناتنا على اليوتيوب. أهلا بكم. تعد ظاهرة الفضول أو التدخل في شؤون الآخرين من الظواهر الاجتماعية والأخلاقية المنتشرة بين الناس، وهذه الظاهرة موجودة في جميع المجتمعات البشرية، ولكنها تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا للمستوى الثقافي والحضاري للدول. هاشتاغ أكثر سؤال إن سألت بعمرك من الهاشتاغات الأكثر تداولا في الإمارات اليوم أطلقه مغردون على موقع تويتر، وعلقوا من خلاله على الأسئلة التي تزعجهم في حياتهم. نتابع. أيضا مشاهدينا تصدر هاشتاغ هل المال يشتري القلوب الهاشتاغات الأكثر تداولا في المملكة العربية السعودية. نتابع ماذا أجاب المغردون. بعيدا عن تويتر، أعلنت شركة أبل عن أحدث هواتف آيفون خاصة بها، وهي آيفون إكس إس وإكس إس ماكس، خلال حدث عقد بمقر الشركة الرئيسي داخل مسرح ستيف جوبز. ويعد هاتف آيفون إكس إس نسخة مطورة من هاتف آيفون إكس الذي تم الكشف عنه في العام الماضي، مع الحفاظ ذات التصميم الكلي وشاشة OLED مع مكونات داخلية تمت تغطيتها مثل معالج A12 الجديد. أما هاتف آيفون إكس ماكس وهو نسخة أكبر من إكس إس مع شاشة OLED بحجم 6.5 بوصة وبعض إمكانات البرامج الإضافية لتبرير السعر الأعلى. أما عن سبب اختيار أبل اسم إكس إس على هاتفيها الجديدين، قالت وكالة رويترز للأنباء إن الهاتفين يعتمدان بشكل كبير على الخصائص والميزات الموجودة في آيفون إكس الذي جرى طرحه في الأسواق العام الماضي. أوضحت أن الشركة دائما ما تضيف حرف إس إلى اسم هاتفها الجديد حين يتعلق الأمر بإصدار لا يختلف كثيرا عن سابقه، حيث تقوم فقط بتحديث الميزات وتبقي على ذات التصميم الخارجي. شركة أبل أزاحت الستار رسمياً أيضاً عن ساعتها الذكية الأحدث أبل ووتش سيريز 4. هذه الساعة الذكية الأحدث تأتي مع تصميم جديد ومع مجموعة من الميزات الجديدة التي تعالجها أكثر من مجرد
ساعة ذكية تجعلها أكثر من مجرد ساعة ذكية وأفضل من جميع الساعات الذكية المتواجدة في السوق اليوم. واحدة من الميزات البارزة الجديدة في أبل واتش سيريس 4 هي التمكن من إجراء التخطيط الكهربائي للقلب. الواجهة الخلفية للساعة الذكية الجديدة مصنوعة من السيراميك والياقوت. هذا يسمح لترددات الراديو بالمرور بسهولة من الأمام والخلف بهدف تحسين الخدمات الخلوية. أسست مصريتان عاشقتان للسيارات مشروعا لخدمة غسيل السيارات في القاهرة، يعد الأول من نوعه في العاصمة المصرية. وبدأت الفتاتان مشروعهما الصغير للبحث عن وسيلة لكسب المال ولخوض تجربة فريدة من نوعها. ومنذ ذلك الحين أصبحت واتش إت مقصدا لكثير من الزبائن الذين يرغبون في غسل سياراتهم. إلى العراق، وبعد أن أدت احتجاجات عنيفة استمرت أياما على ضعف الخدمات العامة وارتفاع معدلات البطالة في محافظة البصرة جنوبي البلاد إلى تناثر حطام وخردة معدنية بشوارع المحافظة، شمر نحو 40 متطوعا سواعدهم وأمسكوا بأدوات تنظيف لإزالة المخلفات. قرر عريس هندي في مقاطعة أوتار براديش التخلي عن عروسه في يوم الزفاف لأنها تقضي وقتا طويلا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا تطبيق واتساب للمراسلات. هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها تطبيق المراسلات واتساب جدلا في الهند باعتباره الأكثر شعبية في البلاد، إذ يستعمله أكثر من 200 مليون شخص. أذكركم مشاهدين أن برنامج اليوم يبث مباشرة أيضا على صفحتي تويتر وفيسبوك، على قناتنا في موقع يوتيوب عبر الرابط الظاهر أسفل الشاشة أمامكم. بعد هذه الجولة نتوقف مع فاصل ونعود لنستكمل فقرات برنامجنا، انتظرونا. أحييكم من جديد مشاهدينا. في آخر الأخبار، قتل 5 أشخاص على الأقل اليوم الخميس بإطلاق للنار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. وقال شريف مقاطعة كيرن دوني بوينينغ إن المهاجم قتل زوجته إضافة إلى رجل آخر في شركة للشاحنات، وأشار إلى أن المهاجم أطلق النار على رجل آخر قرب الشركة وقتل 2 آخرين في وقت لاحق قرب مقر إقامته قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه نائب شريف المقاطعة. أعلن المركز الأمريكي للأعاصير أن الإعصار فلورنس اتجه صوب الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد أن خسر بعض من قوته، وتراجعت درجة واحدة من الإعصار من الفئة الثانية. وفي الوقت نفسه حذر المركز الأمريكي للأعاصير من العواصف والأمطار التي يتسبب بها الإعصار ستخلف أضرارا جسيمة. إلى ذلك، نشر قسم أبحاث إعصار فلورنس الذي يضرب أمريكا مقطعا مصورا لطائرة أمريكية على متنها عدد من العلماء في عين الإعصار الذي وصف بأنه شديد الخطورة. وفي الشريط المصور شهدت الطائرة وهي تحلق في عين العاصفة، حيث يستطلع العلماء الساحل الشرقي الذي يستعد لفلورنس وهو إعصار من الدرجة الرابعة.
قال محققون من الأمم المتحدة يعملون في مجال حقوق الإنسان إن قوات النظام السوري أطلقت غاز الكلور، وهو سلاح كيميائي محظور في الغوطة الشرقية التي كانت تخضع لسيطرة فصائل المعارضة، وفي محافظة إدلب هذا العام. مسؤول في الأمم المتحدة أكد أن هذه الوقائع ترفع عدد الهجمات الكيميائية التي وثقتها لجنة التحقيق بشأن سوريا في البلاد منذ عام 2013 إلى 39 هجوم، منها 33 هجوما منسوبة للنظام. هذا التقرير يأتي بعد تحذير شديد اللهجة من الولايات المتحدة للنظام السوري من استخدام الأسلحة الكيميائية في هجوم مرتقب على محافظة إدلب شمالي البلاد. تداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بيانا للشيخ بلال خريسات القيادي في القاعدة في سوريا تحت عنوان 11 من سبتمبر، نعم نحن فعلناها. لابد من التوقف عند بعض النقاط والتساؤلات والأسباب التي دفعت الشيخ خريسات لإعلان ذلك. أولا، عمليا فإن بلال خريسات يقول إننا نمثل القاعدة الحقيقيون في إشارة واضحة ضد الجولاني وأتباعه. ثانيا، في وقت كان من المفترض أن يصدر تصريح مماثل عن زعيم القاعدة أيمن الظواهري إلا أنه غاب عنه رغم إصداره خطابا لمناسبة ذكرى هجمات 11 من سبتمبر، ما يدل على دور القاعدة المحوري في سوريا والمنافس على ما يبدو لفرع القاعدة الأم المتهاوي. ثالثا، الفرق في اللهجة في رسالة الظواهر الأخيرة بمناسبة هجمات 11 من أيلول وبين بيان خريسات لابد من ملاحظتها. دخل قانون مكافحة العنف ضد المرأة في المغرب حيز التنفيذ بعد طول انتظار، ويوفر القانون الجديد للمرأة في المغرب الحماية القانونية من الأعمال التي تعد أشكالا من المضايقة أو الاعتداء أو الاستغلال الجنسي أو سوء المعاملة، كما يمهد الطريق للمتضررات منهن للحصول على الدعم اللازم. وزيرة الأسرة باسمة هكاوي أشادت بالتشريع الجديد ووصفته بأنه أحد أهم النصوص التي تعزز الترسانة القانونية الوطنية في مجال المساواة بين الجنسين. قالت شركة فلايناس للطيران إنها ستشرع قريبا في تعيين سعوديات كمساعدات لقائد الطائرة في ظل سعي المملكة إلى تمكين المرأة، وبهذه الخطوة ستصبح فلايناس ومقرها الرياض أول شركة طيران سعودية تعين نساء في وظائف عليا. وصرح بندر المهنة الرئيس التنفيذي للشركة إن الخطوة تأتي لتمكين المرأة السعودية من لعب دور أكبر في دعم اقتصاد المملكة. في أخبارنا الرياضية مشاهدينا، كشفت تقارير صحفية أن هناك عديد من اللاعبين استفادوا من رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد صوب يوفنتوس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية. وأوضحت صحيفة ماركا أن مدافع الملكي سيرجيو راموس هو المستفيد الأول بعدما بات المنفذ لضربات الجزاء وسجل 3 أهداف هذا الموسم. وأضافت أن كريم بنزيما أصبح القائد الثالث للفريق بعد راموس ومارسيليو، وهذا كان دور رونالدو في الموسم الماضي. كما أشارت الصحيفة أنه بعد مغادرة رونالدو أصبح غارث بيل اللاعب صاحب أعلى راتب في الفريق. تستعد شركة أمازون الأمريكية لطرح مسلسل جديد يحكي قصة حياة دييغو مارادونا أسطورة الكرة الأرجنتينية ونابولي، حيث سيسلط الضوء على محطات مهمة في مسيرته منذ شبابه في الأرجنتين إلى ذروة المسيرة الكروية له مع نادي نابولي الإيطالي. وبحسب وسائل إعلام إيطالية فإنه تم طرح أسماء 3 ممثلين من الأرجنتين لتجسيد دور مارادونا. صدرت خلال السنوات الماضية الكثير من الدراسات التي تؤكد أهمية تقصير أسبوع العمل وتطويل نهاية الأسبوع لتمدد إلى 3 أيام، لما لها من فائدة على صحة الإنسان الجسدية والذهنية. تفاصيل أوفى في تقرير الزميلة لوتس الزعبي.
دراسات أكدت مؤخرا على ضرورة إطالة الإجازة الأسبوعية للموظفين لما لها من أهمية على الجانب الصحي وبالتالي تحسين الإنتاجية في العمل. ومن أهم الفوائد الصحية التي ذكرتها الدراسات أولا المحافظة على صحة القلب، إذ تبين أن الأشخاص الذين يعملون لأكثر من 55 ساعة في الأسبوع يواجهون خطر الإصابة بجلطة قلبية أكثر بنسبة 3% مقارنة بالذين يعملون أقل من 40 ساعة أسبوعيا. ثانيا التخلص من الشعور بالإرهاق، إذ يعاني الموظفون الذين يعملون لساعات طويلة من الحاجة لفترة أطول للتعافي من آثار الإرهاق مقارنة بغيرهم. ثالثا الشعور بالراحة النفسية، فالعمل لساعات طويلة يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بالتوتر والعصبية. وأخيرا زيادة الإنتاجية، حيث إن ساعات العمل الأقل لا تعني بالضرورة تراجع إنتاجية الموظف، ففي القرن 19 تم تحديد ساعات العمل في المصانع لتصبح 8 ساعات بعد أن كانت تفوق 15 ساعة، وكانت النتيجة أن الإنتاجية زادت بشكل ملحوظ. وشرعت بعض الدول إلى دراسة منح موظفيها عطلة نهاية أسبوع طويلة بشكل فعلي، ومن بين هذه الدول مصر التي أعلنت الحكومة مؤخرا عن وجود عدة تعديلات في مواعيد العمل الرسمية للموظفين، ومن ضمنها منح العاملين لدى قطاعات الدولة إجازة مدتها 3 أيام من كل أسبوع مقابل زيادة عدد ساعات العمل اليومي، على عكس بريطانيا التي قررت منح العمال 3 أيام عطلة في الأسبوع مع إبقاء ساعات العمل على حالها ودون تقليل الرواتب، استنادا إلى مبدأ التكنولوجيا الجديدة التي خلقت مزيدا من الثروة. كما أن هناك شركة في نيوزيلندا قامت بتطبيق زيادة أيام الإجازة لمدة أسبوع واحد، وكانت النتيجة ازدياد في الإنتاجية والكفاءة لدى الموظفين، وانخفضت مستويات الإرهاق إلى 7%، وازداد شعور العاملين بالرضا بنسبة 5%. مشاهدين اليوم مستمر وفيه بعد فاصل أخير حركات راقصة تنظم حركة المرور في الهند، ابقوا معنا. أحييكم من جديد مشاهدينا، وصلنا وإياكم إلى فقرتنا اليومية خطوة جريئة التي نسلط فيها الضوء على أفكار شبابية ناجحة لاقت رواج لدى المستهلكين. معظم الدول يلي بتعاني من تخلف اقتصادي أو إنمائي وحتى معيشة موجودة بكثرة بالقارة الأفريقية، فومي شركة بتهتم بتأمين الطاقة البديلة للبلاد يلي بتعاني من الفقر والحرمان بأسعار تشجيعية. My name is Skander. I'm called as well Alex. I'm Tunisian French. I was born in the Middle East in Saudi Arabia and lived in the region for 20 years. I've been in Dubai for the last 3 years now, and I started in France engineering and I did my MBA in Singapore, and since then I've been traveling quite a lot as well. One thing that defines me is my passion for Africa. Since I love photography and I've been traveling there intensively for the last 10 years. طيب شو الفكرة الأساسية وراء Power Me؟ Power Me's objective and mission is really to eradicate poverty in Africa. And we quickly understood that to do so, we needed to find an interesting and elegant business model. So we actually provide energy in an affordable manner to the poor in Africa. Alex, يعني أنت قطعت يمكن بتجربة شخصية خلتك تفكر بهذا الموضوع أو كنت حابب تطلع بفكرة business. The trigger that really motivated me to go for this business was when I was in Kenya going for a field trip, and I met this old lady in the middle of nowhere walking with her kid. And she was actually walking to the next village to charge her mobile phone. We offered to drop her. We've been driving for like an hour and a half. So imagine, this is the routine of many rural Africans, walking every day 6 hours to go drop the phone to have it charged, pick it up. And this is when I realized that there was a massive need and there was something to do about it. Alex, أنا شايفة معك كتير غراد. لو فيك تفسر لي شوي عنهم, please. Sure. So this is how our solar kit looks like. It's pretty compact, pretty robust as well.
You can have a look at it. أكيد. هيدا كيف تشتغل؟ So it's powered by a solar panel that you see on the table. And whenever the customer pays with his mobile phone, he receives a code. And then with this remote, dials in the code in the kit. And the kit gets activated, unlocked for the number of days that he has paid for. All right. So it's very straightforward, easy to use. You have four lamps, two slots to charge your mobile phones. It comes with a radio as well and a torch. كثير هين الموضوع يعني من كود صغير بتقدر تشغل عدة أشياء بنفس الوقت. Absolutely and we have co-developed actually the controller in this box to allow such amount of power from this tiny box here. We have as well a new generation of kits that can power TV, fridges, and we're already implementing and selling TVs right now. So it's an upgradable kit. You can add batteries, you can add solar panels, and power your customer as he grows. من وجهة نظركم أنتم هل تعتبروها فكرة تجارية أم خيرية؟ So it's actually both, because I don't believe in social impact or charity if there is not a proper business model behind it. It won't sustain, because as soon as you cut the funds, you won't be able to create an impact anymore. And the beauty about PowerMay is that it's perfectly combining the best of both worlds, having a social impact and an attractive financial return. ولأي حدود ممكن تأمنوا الطاقة؟ يعني قد ايه الكمية المعقولة تقدروا تأمنوها؟ So our solar kits actually comes with lights, with bulbs, with mobile charging, and it's enough to power a proper household. So we're talking about four lights. We have another version that comes with TV that can power as well eight lights. So it's upgradable. And we have deployed over 4,000 kits in Kenya in the last year and a half. And change the life of more than 20,000 people. Alex, بهيدي الفكرة وبهيدا الموضوع أكيد بتكونوا عم بتساعدوا كمان تخلقوا فرص عمل جديدة بالبلاد اللي أنتوا عم بتساعدوها صحيح؟ صحيح, absolutely. So we have created over 200 jobs in the first year and a half, and we're aiming to create about 1,000 jobs in the next 2 years, and hopefully this will grow as well with the growth of the company. طب شو الحدود اللي لازم تكون موجودة أم الليميتس اللي لازم تكون موجودة بهيدول البلاد اللي أنتوا تقدروا تساعدوهم؟ I would say two major important things. The first one being the market equation. So you need to have a poor electrification to be able to deploy solar. And the second thing is mobile payment, because this is how we perceive our fees, our subscription money. يعني أنتوا بتعملوا دراسة على الموضوع وأنتوا بتختاروا البلد, مش البلد أو الأشخاص هني بيجوا بيطلبوا منكم المساعدة, صح؟ Absolutely. So before going to Kenya, we did a very deep due diligence. We looked at more than 20 countries in Africa and the Middle East and other parts of the world. But obviously we selected 7 countries in Africa, and Kenya came as the preferred one in terms of the whole equation. خلينا هلأ نحكي عن الاسم اللي اخترتوه, PowerMe. ليش وشو بيعني؟ So PowerMe stands for Power Me. And actually we removed the R because we noticed that it's a letter that is not pronounced in Africa. So it's actually a very funny name at the same time, and it's very well perceived. ليش وقع اختياركم على الإمارات لحتى تبدوا منا الفكرة؟ So we started here because simply the core team, so the co-founders Majid, Nick, and as well the CEO Morris, were all in the region in Dubai. And it was very easy to conceive such baby from this place. There are a lot of advantages for startups. There is a good exposure to investors. And from my energy background with my previous startup, I already had a very good network here, so it helped a lot. Alex, وين بتشوف PowerMe بعد سنة, 5 سنين أو حتى 10 سنين من اليوم؟ So I think in the next year we'll grow stronger with the fundraising that we have successfully achieved recently, but we'll be doing the same business. But very short, in the coming next years, up to 5 years, I believe we will be providing more products and services. We'll become actually a microfinance Amazon for Africa. وبالنسبة للتحديات اللي واجهتك أنت وعم بتأسس الشركة اللي هي PowerMe, شو كانت أبرزها؟ So although we had more demand than supply, which is a good thing in our business, cash was an issue because of the nature of our business model. We purchase big quantities of kits from Germany, from abroad, in euro and dollar, and then we get our payback over a period of 2 years' time or a year and a half. So managing the cash flow, making sure you protect yourself on the currency, is the first struggle that we faced. The second one is
getting cash from financial institutions because of the lack of track record, because it's a startup, it was quite difficult at the beginning and we had to go for innovative financing. قالك إن شاء الله بتضلوا تضوا حياة العالم وشكرا لك. شكرا ميرسي. Thank you. تأمين أقل مقومات الحياة أصبح ضرورة قصوى. فوامي شركة بتأمن المعدات والعناصر اللازمة لتكفى المساعدة ضرورية للمجتمعات الفقيرة. يلفت أحد ضباط شرطة المرور في الهند انتباه السائقين مستخدما تحركاته الفريدة للتحكم في حركة المرور في مدينة بوبانسوار الشرقية، ويستخدم الشرطي حركات راقصة منذ 4 سنوات لجعل الناس ينصعون لقواعد المرور ورفع الوعي بين الشباب وتشجيعهم على الالتزام بالقوانين. رحل المغني الجزائري رشيد طه عن عمر ناهز 59 عام إثر إصابته بأزمة قلبية في منزله في باريس وفق ما صرحت به أسرته. اشتهر طه بأسلوبه الذي كان يخلط فيه بين موسيقى الراي الجزائرية والروك الغربية، وعرف أيضا بالتقائه وكسره للحواجز. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية البرنامج، دائما نذكركم بإمكانية الاطلاع على كل الأخبار التي عرضناها ضمن البرنامج على موقع أخبار الآن الظاهر أسفل الشاشة أمامكم. مشاهدينا تحيات فريق العمل، كانت معكم في الإعداد جمانة بشار، في الإخراج إبراهيم العمري، من يرونك عادل أطيب التحية، في أمان الله.